تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، أقيم حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح بكلية عيسى العسكرية الملكية. أناب جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لرعاية الحفل. لدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل، كان في استقبال معاليه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع. طابور جاهز تفتيش سيف. تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتفقد طابور الخريجين. السلام عليكم. بدء طابور الأرض سيف. سيدي صاحب المعالي، أود في البداية أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة السامية لاحتفالنا هذا اليوم. ويسرني أن أرحب بمعاليكم حفظكم الله أجمل ترحيب في كلية عيسى العسكرية الملكية، هذا الصرح التعليمي الشامخ، مصنع الرجال وميدان الشرف والتضحية، في حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 14 سرية أحمد الفاتح. عقب ذكرك يا عظيم المكانة قلت خير في مليك سيرة شرفت جمهورها حاكم البحرين، عز الرفيق المستجير بيرق سادة المعالي على منظورها. حاكم البحرين عز الرفيق المستجير بيرق سادة المعالي على منظورها، ذاك بو سلمان تيزوم هلج النذير نسلقوه من فن نوايف تشوفوا كورها عادته، يقدم على الصعب وشل الكبير جعل يبطي عمره بخيرها وسفورها. واذكر اللي بالذكر كأنه السيف الشطير شيخنا سلمان ضد العدا بعقورها الأمير الوافي الضافي القرم الخبير رعي الطولة بعيسى عديم صقورها صحته أزعيمنا عندنا كنز نفير جعل عمره يلزم العافية وطهورها. والفرايد في معاليك تزهي المشير ويستعد بحضرتك سيدي طابورها جيشنا لا در صم الرحات المستدير يطحن حبوب الرحى لو شديد دورها ما عليه خلاف ما دامها بشور المشير قايد قاد الجوش وتعلى سورها. يتفضل سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله بتكريم مرشح الضباط المتفوقين في الدورة، الحائز على المركز الأول وسيف الشرف مرشح ضابط عبد العزيز مشعل جابر آل خليفة. الحائز على المركز الثاني وقائد طابور العرض مرشح ضابط عبد الله ناصر عبد الله آل بن علي. الحائز على المركز الثالث مرشح ضابط عيسى عبد الله عيسى ابو بشير. الحائز على المركز الاول على الدول الشقيقه مرشح ضابط علي خالد عبد الله الكرشمي من الجمهورية اليمنية الشقيقة. الحائز على جائزة الضبط والربط العسكري مرشح ضابط حمد جمال سالم نرويجح. الحائز على جائزة اللياقة البدنية مرشح ضابط جاسم سلمان جاسم الرميحي. الحائز على جائزة الرماية مرشح ضابط علي أيمن علي البعينين.
يمنح ناوطي التميز للحائز على المركز الأول في الدورة مرشح ضابط عبد العزيز مشعل جابر آل خليفة. سيدي صاحب المعالي، يتشرف آمر كلية عيسى العسكرية الملكية بتقديم هدية تذكارية إلى معاليكم حفظكم الله. ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية عيسى العسكرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية أحمد الفاتح إلى الدورة 15 المستجدة سرية القادسية. هذه راية كلية سلموا عليكم، تحافظوا عليها حفاظا عالية. باسم الدفعة 15 نعلق أمام الله ثم الملك أن نحافظ عليها حتى آخر قطرة في دمانا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع، أن أكون وفيا لمملكة البحرين، أن أكون وفيا لمملكة البحرين، أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها القائد الأعلى، مخلصا لمليكها القائد الأعلى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها، منفذا لها، في البر، في البر، والجو، والجو، والبحر، والبحر، داخل وخارج المملكة، داخل وخارج المملكة، وأن أضع نفسي وقدراتي، وأن أضع نفسي وقدراتي، في خدمة المملكة، في خدمة المملكة، وأن أحمي علمها، وأحفظ أمنها، وأحفظ أمنها، واستقلالها، وسلامة أراضيها، وسلامة أراضيها، معاديا من يعاديها، معاديا من يعاديها، مسالما من يسالمها، مسالما من يسالمها، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه حتى أذوق الموت، لا أتركه حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. ثم قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية على خريجي الدفعة 14 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح. بهذه المناسبة أعرب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في ختام حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط سرية أحمد الفاتح عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على اهتمام جلالته الكبير ورعايته الدائمة لقوة دفاع البحرين. هنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الخريجين على نجاحهم، داعيا أن يكون العلم العسكري الذي تسلح به رائدا نحو المزيد من البذل والعمل، وحثهم على مواصلة التعليم والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة لتنمية قدراتهم وتطوير وصقل مهاراتهم وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه لرفعة وعزة راية الوطن. رحب معاليه بالأشقاء من الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة وتمنى لهم التوفيق والنجاح، شاكرا معاليه كافة منتسبي كلية عيسى العسكرية الملكية على إخلاصهم وعملهم الجاد المثمر الذي حقق هذا الإنجاز، مما يمكن الكلية من أداء رسالتها العلمية بكل كفاءة واقتدار. أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الدور الوطني الكبير الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في تأدية الواجبات والمهام التي توكل إليها وتنجزها بكل عزم وإرادة، الأمر الذي مكن هذه القوة من تبوأ المكانة المنشودة منها كقوة وطنية شامخة ذات جاهزية قتالية محترفة متسلحة بروح معنوية عالية، وفي
في يقظة وتأهب دائم برا وجوا وبحرا لحماية الوطن. فالقوة التي أمرنا الله تعالى بإعدادها تمثل حجر الزاوية لما نحن فيه من أمن وأمان واستقرار ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مثنيا معاليه على الجهود الطيبة التي يبذلها بكل قوة رجال قوة دفاع البحرين على كافة الأصعدة وفي شتى المواقع والميادين ومختلف الظروف المكانية والزمانية، والتضحية بالغالي والنفيس واضعين نصب أعينهم شعار الله الملك والوطن. حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومعالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد الخليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط، وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ومعالي اللواء ركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين بسفرات الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في المملكة.